شيخ عفى الله عنك، بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإن بعض الحكم بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف. إن أذنتم والله يا شيخ، نعم أقول إن أذنتم لنا في سؤال يهم الجميع قبل السؤال الذي خاص بي. فضيلة الشيخ، ترينا في بلادنا بمن يرى في جواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكرا معين تجمعوا وتسووا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور. أولا أن المظاهرات لا تفيد بلا شك، بل هي فتح باب للشر والفوضى، والمظاهرات تمر هذه الأفواج وربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المرجان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحيانا، فهي منكر ولا خير فيها. لكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، وهم يعني النصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهر، فإذا كانوا مستعمل وهؤلاء وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا، فأرجو أن لا يكون به بأس. أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز، وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقا أن يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى، إيش الفائدة منها؟ نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب مثلا وهو مداهن الغرب ويحاب الغرب، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول الغربيين انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا أو تظاهروا لا يريدون كذا، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها هل مصالحها أكثر أم مفاسدها أكثر. نعم ايش كذا منكر حصل فعملت المظاهرة فنفعت، لكن اعتذر اكثر ان نفعت هذه المره ضبط المره الثانيه يسار. نعم شيخ،